قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز وين بيصير؟ حد بيتي. نواكشوط. عاصمة أي دولة؟ واشنطن. صفار البيض أبيضون أم أبيضان؟ أبيضون. أبيضون ليش؟ لأنه هي البيضة مؤنثة. لقد فقانا في الوخ. شو جمع كلمة كاتشب؟ كتاشب. كشاتب. صفار البيض أبيضون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تشوفونا، وهلق حلقة جديدة من مدينة إدلب الحبيبة، بضحكتكم تحلى حكايتنا ومتابعتكم بيكبر برنامجنا، خليكم معنا. صفار البيض، صفار البيض أبيضون أم أبيضان؟ أبيضان. أبيضان. طيب ما بيمشي الحال إذا قلنا عليه أبيضون؟ ما بيمشي حال، لأنه الفصحى بتحكي مثلا، واحد بحكيك بالبيض مثلا بحكيك بالفصحى بقول لك ابيضا. انت تتكلم قد يعني مو اصفرا. والله انا بقول اصفرا. ايه راحت عليك. هلا انت خيرتني خيارين، لازم خيرتك خيارين، انت لازم تحزن تحذير، ما لازم تقول لي انت تؤمر جميل. طيب كاتشب ايش جمعه؟ كاتشب كتاشي. صفار البيض أبيضون أم أبيضان؟ أصفر. أصفر. لا أمورك طيبة. إذا الإمام أخطأ بالقراءة بصورة بصلاة العصر مين بيرده؟ أخطأ بالقراءة؟ هي صلاة العصر ما أنا جهر. لا والله ما شاء الله أمورك طيبة. فبأخطأ بينه وبين نفسه، فبيصلي برا الإمام مأتمين فيه، فعليه صار الغلط. نواكشوط. عاصمة أي دولة؟ واشنطن. لا دولة عربية. شو هي بس سؤاله؟ والله ما بيص يعني انت ما انت قول السؤال تاني. نواكشوط. نواكشوط. ما فيها يا عاصمة عربية. ما في. ما في. نو نو نو. خيو مرة واحد حمصي طلع هيك مطر، لقى 500 جديدة. نعم. العمد التفت يمين التفت الشمال ما لقى أحد، قام شال 500 اعطيه او حطه بالأرض شال 500 الجديدة. تحكوش لي. سؤال لغة عربية، صفار البيض أبيضون أم أبيضان؟ أبيضون. أبيضون ليش؟ أبيضان لأنه هي البيضة مؤنثة. أبيضون يعني لأنه صفة وهيك. صفة ولا حال؟ بيض. صفة. صفة. صفار البيضي أبيض. الصفة لازم تكتب على الموصوف صح ولا لا؟ نعم. طيب يمشي حال إذا كان صفار البيض أصفر حصرا أبيض. إيش يا ياب؟ السلام عليكم. شلونكم؟ طمنوا عليكم. سؤال لغة عربية، صفار البيض أبيضون أم أبيضان؟ صفار البيض أبيضون. أبيضون. ما بيمشي الحال أبيضان؟ إذا معلش بيمشي الحال. دولة كان يطلق عليها سابقا سلة غذاء العرب والآن فيها مجاعات، شو اسم الدولة؟ إفريقيا. لا هي دولة عربية، بدي دولة مو قارة. دولة دولة يعني عظمى؟ دولة عربية. شو يسمو شو كان يسموها؟ السعودية؟ كان سلة غذاء العرب. السعودية؟ لا خطأ. أمريكا؟ شو بعرفنا؟ دواء شهير بيستخدموه أصحاب أمراض السكر، شو اسمه؟ حب الضغط. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. أمراض السكر. أنت مين؟ صلاة العصر، إذا أخطأ وهو عم يقرأ بصلاة العصر، مين بيرده؟ إذا أخطأ بصلاة العصر؟ طيب نسهل عليك، صلاة العصر سر ولا جهر؟ لا سر. شلون بدك تخطأ؟ إيه سر إيه. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا أنت مين؟ أنا طاهر. بإنجليزي دي يا مرسي. عم السؤال بيقول دواء مشهور، دواء مشهور بيستخدموه صاحبين مرض السكري، شو اسمه؟ أسبرين. في منه أبر بيضربوه من تحت الجلد. اللهم صل على سيدنا محمد. الأسبرين هو الأسبرين. لا مو الأسبرين. الأسبرين هذا وعيار 81 و161 غيره. لا إله إلا الله، والله نسيت اسمه.
وين حصك يا عمر عرب؟ اسمه الانسولين. الانسولين انسولين. سؤال بيقول شو جمع كلمه كاتشب؟ ما له جمع. صفار البيض ابيض ام ابيضان؟ ابيض. دارس حضرتك؟ للتاسع. للتاسع جوابي صح ولا غلط؟ على كيفك شو رايك؟ لا انت سالتني واعطيني الاجابه. تكرم عينك. صفار البيض اصفر لا لو ابيض ولا لا ابيض. صحيح صحيح. لا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لقد فقعنا في الوخ. في الوخ؟ في الفخ؟ تفضلوا. هي كلمتي المشهوره. سؤال بيقول اذا الامام اخطا في صلاه العصر مين بيرده؟ المصلين. مين من المصلين؟ اي حد من المصلين بيطلع. يعني الامام خارجي اخطا بالقراءه بصلاه العصر؟ اكيد خارجي يعني اخطا بالقراءه. لا ليش؟ بالعصر انت ما اكدت لي بالعصر بالبدايه. لا والله عم اقول لك بالعصر انت الماك. لا بالعصر ما حد بيحسن بيردوا. ليش؟ ما مو جهرا يعني. شو جمع كلمه كاتشب؟ ما بعرف. جرب. كتاشب. كتاشب. كشاتب. المثل بيقول عدو جدك ما بعرف. ما بيودك. بالك طولوا بالكون امثال عدو جدك اشو والله ما بعرف. جدك ما بيودك. ما بيودك. المثل الثاني بيقول احترنا يا قلعة. ما بعرف. من وين مشطك؟ يا قلعة انت يا قرعة. قلت لي يا قلعة. عيد يعني تعرف انت يا قرعة. ايه احترنا يا قلعة. طيب من اين مشطك؟ يا قلعة. نحن بنقول يا قلعة. تمام. المثل الثالث بيقول اذا بدك تحيره قول لي من اين عم تجيب لي هالامثله هود؟ يا زلمه كان بدنا الربحان. لك على راسي. انت ما بتعرف. طيب على راسي على راسي وانا ربحان شوفتكم ويعطيكم الف الف عافية. وتفضلوا. دواء شهير بيستخدموه مصابين مرض السكري شو اسمه؟ اسبرين. لا امي سلين. ما عم حزرك هو معروف دواء اكثر شيء بيستخدموه مرض السكر. في منه ابر بيضربوها تحت الجلد. هو ابر بنسلين. وبنسلين قريب على البنسلين. هاي انا بعرفه بنسلين انا ما طيب بعرف. حظك اوفر. طيب خلاص هو الانسولين. وهلا وصلنا للفقره الثانيه وهي فقره سؤال وجائزه فخليكم معنا لنشوف الاجوبه الشكله موضيه اللي راح تطلع مع الناس. خليكم معنا. حمزه اسد الله قتل باي غزوه؟ بغزوه اللهم صل على النبي. غزوه اسمها بدر. اللهم صل على النبي. لا 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 انا عم اللهم صل على النبي. غزوه احد والله يمكن غزوه احد مع انه ما كنت متاكد من اجابتك بس جوابك صح. اهلا وسهلا فيك عارف. اهلا وسهلا فيك عارف. اطول كلمه في القران الكريم فسيكفيكهم. لا في اطول منها بشوي حرف او حرفين ما متذكر. قريبه على هاي الكلمه اللي قلتها. طيب حظك اوفر معنا. هي الكلمه فسقيناكم صح. السؤال ايش هي اطول كلمه بالقران الكريم؟ فسيكفيكهم. لا في اطول منها. طيب راح نغير لك سؤال. كيف استلم المقبور حافظ الاسد الحكم في سوريا؟ انقلاب. انقلاب شو؟ عسكري. لا ما شاء الله امورك طيبه. اهلا وسهلا فيك. اعطيني اسم قلعه موجوده بادلب. بادلب؟ ايه حيري. حير مغيرة. قلعة. تعرف غيرة؟ لا يعني لا تصفنا كثير. بتعرف غيرة او لا؟ لا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. الله يسلمك. اكثر منطقة بريف ادلب مشهورة بصناعة الحجر. الخان. خان ايش؟ خان السبل. والله امورك طيبة. جيرانكم يمكن خان السبل صح؟ اهلا وسهلا فيك. ربحت معنا. الله يعطيك العافية. قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز وين بيصير؟ حد بيتي دير الشرقي. والله يا حي الله انت من هنيك يعني تشرفنا فيك. النظام عند اللي دخل ايش سوى بالقبر؟ نجسوا فيه والله ونبشوه. يعني في صور لهم يعني متباينين بهالشيء الله لا يسامحهم. لا حول ولا قوة الا بالله. اهلا وسهلا فيك عم. تفضل. الله يسلمك. سؤال اعطيني اسم قلعة موجودة بادلب او ريف ادلب. ريف ادلب. حارين. بدي اكيد صح. لا يعني بحارم في قلعه. في قلعه يعني. ايه بالضبط في قلعه بحارم. تعرف شيء غيره؟ والله قلعه سمعان بحلب. ما بعرف غيره والله. طيب اهلا وسهلا فيك. خلاص حيرم. اهلا وسهلا فيك. عشت. يلا طيب اعطينا شيء هيك حظانه. انت حظانه من ازرق.
طيب ايش دكتور ايش دكتور تقرا لنا هيك صوره صغيره؟ بقرة. يلا اقرا لنا سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يعطيك ألف عافية. ها وهي ربحناك معنا، أهلا وسهلا. حطونا إعجاب ولايك واشتراك ويعطيكم العافية. دواء شهير بيستخدموه صاحبين مرض السكري، شو اسمه؟ أنسولين. لا ما شاء الله عليك، أمورك طيبة صح؟ الله تفضل، أهلا وسهلا. شيء رمزي بسيط، أهلا وسهلا فيك عام. قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز وين بيصير؟ معرة النعمان. معرة النعمان. لا تنقلوا ما بصير. خلاص جاوبني أنا، أنا بقول لك معرة النعمان. معرة النعمان. وين بمعرة النعمان؟ بالضبط ما بعرف، بس انا بعرف انه بالضبط بقلب. طيب عند اللي دخل النظام على منطقه معرض نعمان ايش سوى بالقبر؟ الله لا يوفقه، نبشه وطالع الجثه، عمل خرب الدنيا. هو القبر موجود بقلب جامع. ايوه. اي اهلا وسهلا فيك. حياك الله. تفضل. الله يرزقك. السؤال بيقول نواكشوط عاصمه اي دوله؟ شلون؟ نواكشوط. نواكشوط عاصمه اي دوله؟ ما بعرف والله يا زين، مو على اساس ديرس وبكالوريا ودنيا. ما له علاقة. مالك حفظان الدول العربية وعواصمها؟ ما كلهم. مدينة الرقة بايش مشهورة؟ مدينة الرقة مشهورة بالزراعة. قلنا الزراعة ونهر الفرات و بهالمناطق هاي. خلص اهلا وسهلا، ربحناك. سؤال حبيب زحمنا هيك بسؤال. دولة عربية كانت تعتبر سلة غذاء العرب من سابقا، لكن الان فيها مجاعات، شو اسم الدوله؟ السودان او الصومال. السودان. السودان. ركزت؟ ايه. لا ما شاء الله امورك طيبه، اهلا وسهلا. استاهل. الله يسعدك. الله يسعدك. وهلا وصلنا للفقره الاخيره وهي فقره التحدي بين شخصين، فخليكم معنا. اسم صوره بالقران باسم حشره. حشره. صوره النمل. صح. اسم صوره بالقران على اسم نبي. صوره يونس. صح. كلمه تعتبر مفتاح الجنه. لا اله الا الله محمد رسول الله. صح. حلو. اطول عظم بالجسم شو هو؟ الفخذ. صح. حلو. ما المقصود في الايه واني لكما من الناصحين؟ عم بنصح الواحد. ادم وحواء. مين اللي قالوا لي؟ ابليس. صح. حلو. الصوره التي تقع في نصف القران. الكهف. صح. حلو. عدن عاصمه اي دوله؟ يمن. صح. حلو. اصغر دوله عربيه؟ لبنان. لا بحرين. بحرين. كلمه اللي تعتبر مفتاح الجنه. لا اله الا الله محمد رسول الله. واحدكم اثنيناتكم. الجزائر عاصمه اي دوله؟ الجزائر. صح. الو. طرابلس عاصمه اي دوله؟ ليبيا. صح. الو. طيب اسم سوره بالقران باسم فاكهه. والتين والزيتون. صح. لك اسم سوره بالقران على اسم نبي. يوسف. صح. فاتين. اطول عظم بجسم البني ادم. رجل. رجل ايش؟ رجل ساق. ساق. عدن عاصمة أي دولة؟ عدن. اليمن. صح. لك الكلمة التي تعتبر مفتاح الجنة. لا إله إلا الله. صح. ألو. الأصغر أصبع في اليد شو اسمه؟ العام. صح. لا للعام. الجزائر شو عاصمتها؟ الجزائر. صح. ألو. طرابلس عاصمة أي دولة؟ ليبيا. صح. لك أطول عظم بالجسم؟ أطول عظم؟ العظم. الساق. صح. لك عدن عاصمة أي دولة؟ يمن. صح. ألو. أصغر أصبع في اليد شو اسمه؟ البهام. 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 صح. ألو. أصغر دولة عربية؟ بحرين. صح. على العام. الجزائر شو عاصمتها؟ الجزائر نقشاط. اثنينات خالصين. طيب أهلا وسهلا فيكم عام. أهلا وسهلا فيكم عام. أهلا وسهلا. الله مشكورين. اهلا وسهلا فيك عم. اهلا وسهلا فيك عم. حياك الله. شكرا لك. تفضل خاي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك عم. البلا وشيت السؤال. اهلا وسهلا فيك عم. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. ولهون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نتمنى انه يكون المحتوى نال اعجابكم. انتم اللي ضليتوا تشوفونا للاخير، انتم ما في منكم. حطوا لنا اعجاب واشتراك وهيك الشغلات الحلوه حبايب قلبي. نشكركم على حسن متابعتكم لنا ودمتم بعز، والى اللقاء.